في العراق الذي يطلق سياسيوه الوعود بشأن رفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تبلغ نسبة الأطفال الذين يضطرون إلى النزول إلى سوق العمل نحو 5% من عدد السكان، نسبة تكشف زيف الادعاءات والوعود الحكومية. وبحسب مواطنين فإن الحكومة هي المسؤول الأول عن تفشي ظاهرة عمالة الأطفال الذين يضطرهم الفقر إلى البحث عن عمل يضمن لهم الحد الأدنى من مستلزمات العيش في بلد يرزح أكثر من ثلث سكانه تحت خط الفقر. بهذا العمر على الطفل أن يرتاد المدرسة، على الطفل أن يتعلم، لكن نجده يتجول ما بين السيارات ويتسول. ما مستقبل هذا الطفل؟ على الحكومة أن تضع عينها وتضع قوانين تسيطر على هذا الكم الهائل وعلى هذه الجيوش الجرارة من المتسولين. على الحكومة أن تضع قوانين تضمن حقهم وتضمن حق الطفولة التي هي مكفولة في العالم أجمع. وأمام واقع يزداد سوءا وبطالة تتصاعد نسبتها يوما بعد يوم، أصبح التسول مهنة لمن لا مهنة له، وبخاصة الأطفال الذين تنتهك إنسانيتهم وطفولتهم بدلاً من أن يتلقوا الرعاية اللازمة لضمان مستقبل أفضل لهم. بس أكثر شيء الناس دي يشتغلون، يعني عمره 10 سنين أو 12 سنة دي يشتغل يدور على عمل وماكو، يعني قليل عمل يعني بالعراق بسبب يعني السياسيين، فالمفروض يتجهون لهم قرار الصح ويشوفون طريق ومستقبل هاي الناس. وبعيدا عن اتهام بعض العصابات الإجرامية بتشغيل الأطفال أو دفعهم إلى الشوارع للتسول، فإن الحكومة مسؤولة عن غياب دورها الأمني في ضبط هذه العصابات، ناهيك عن توفير فرص العمل وتقليص نسبتي الفقر والبطالة في العراق، وليس فقط إطلاق الوعود الانتخابية.